الآن مشاهدينا ينضم معي عبر الهواء مباشرة السيد سركيس نزار، محلل أول للأسواق المالية في مجموعة إكويتي من عمان. مرحبا بك سيد نزار إلى هذه المواكبة. نتحدث بداية عن ملف النفط والطاقة الأهم في العالم. أوبك بلس خفضت إنتاج النفط، أو قبل ذلك بالفعل النفط والطاقة هو الأهم في العالم اقتصاديا؟ نهاركم سعيد. بالفعل كما تفضلت يعتبر النفط وأسعار النفط والطاقة بشكل عام هو المؤثر الأكبر في الوقت الراهن في الأسواق المالية العالمية وكذلك في الاقتصاد العالمي، فكما نشهد هنالك تأثيرات هائلة للارتفاع الكبير الذي حصل مسبقا لأسعار الطاقة في معدلات التضخم عالميا ليقف الاقتصاد العالمي عند ظروف سيئة جدا تسمى بالركود التضخمي، فارتفعت معدلات التضخم في عديد من الدول إلى مستويات لم نشهدها منذ 40 عاما مثل الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا. في أوروبا ارتفع التضخم إلى 9.1% وهو أعلى مستوى في تاريخ منطقة اليورو. بالتالي بالفعل كما تفضل ملف الطاقة، أسعار الطاقة هي الأهم في الاقتصاد العالمي، والاقتصاديون ورؤساء البنوك المركزية بل وكافة المجتمع يراقب حاليا التغيرات الكثيرة التي تحصل في أسواق الطاقة. طيب إذا أوبك بلس خفضت إنتاج النفط مما خفض أسعار النفط، لكنها تبقى متذبذبة. كيف الآن لو ندخل بتفصيلات أكبر وأكثر عن تأثير الملف النفطي وتأثره بالأحداث الاقتصادية؟ الآن قامت منظمة أوبك بلس بالتوجه لخفض الإنتاج ابتداء من الشهر المقبل أكتوبر في واقع 100,000 برميل يوميا، وجاء هذا القرار لأن أوبك ارتأت بأن هنالك فائضا في الأسواق. حاليا أسعار النفط قد انزلقت بعدما لامست مستويات مرتفعة جدا أثناء التوترات أو في بداية التوترات الجيوسياسية الروسية الأوكرانية، وبعد الانخفاضات الكبيرة التي حصلت في أسعار النفط اتخذت أوبك هذا الإجراء الذي أعتقد بأنه بوجهة نظري الخاصة قرار صائب، لأن لا يجب أن تكون هنالك فوائد في أسواق الطاقة. الآن العالم يتوجه لفترة من الضعف الاقتصادي الكبير، عادات المستهلكين تغير، المستهلكون أصبحوا أكثر حرصا عندما يتعلق الأمر بالإنفاق، فارتفاع معدلات التضخم أثر على أسعار السلع الاستهلاكية وارتفعت أيضا أسعار سلة الاستهلاك. وبالتالي إذا كان هنالك ارتفاع متواصل بأسعار النفط أو انخفاض كبير بأسعار النفط فدوما سيكون هنالك متضرر، فيجب على الدول المنتجة باعتقادي أن تبقى على مواكبة للمستجدات الاقتصادية. بما أن العالم الآن يتوجه بل أعتقد أنه دخل بالفعل إلى فترات من الركود، فهنا من المتوقع أن ينخفض طلب النفط عالميا. وبالفعل إدارة معلومات الطاقة، وكالة الطاقة الدولية وكذلك منظمة أوبك نفسها كلهم يتوقعون أن يبلغ الطلب العالمي على النفط هذه السنة بمتوسط يومي حول 99 مليون برميل، وهذا المستوى ما زال ما دون مستويات ما قبل جائحة كورونا أواخر 2019 عندما كان أكثر من 100 مليون برميل. بالتالي أسعار النفط حاليا في حالة من التذبذب ما بين ارتفاع وانخفاض. يوم أمس شهدت الأسعار ارتفاعات ملموسة في أسعار النفط بعد قرار أوبك، لكننا نرى اليوم عودة للانخفاض بتأثير توقعات انخفاض الطلب العالمي على الطاقة بفعل الركود الاقتصادي الذي بدأت العديد من الدول تعاني منه بالفعل. طيب الآن لو تحدثنا عن موضوع ضخ الغاز الروسي إلى أوروبا، نحن نعرف أن الغاز الروسي إلى أوروبا قد قل بشكل كبير، وفي ذات الوقت روسيا تعمل على زيادة الضخ إلى آسيا. أنا لا أتساءل عن تأثير العقوبات لأن الإجابات كانت كثيرة حول هذا التساؤل. أسأل عن ميزان الطاقة اليوم. اليوم هناك زيادة في التصدير إلى آسيا، قلة في التصدير إلى أوروبا، ونحن نعرف وكما أشرت أن الملف الطاقة هو الأهم اقتصاديا في العالم. ميزان الطاقة العالم اليوم كيف يمكن قراءته؟ الآن بالنسبة لملف الطاقة أو ميزان الطاقة العالمي وتحديدا الروسي،
هنالك طلب على النفط الروسي بطريقة غير مباشرة. بعض وكالات الأنباء ذكرت بأن دولا حتى مثل الولايات المتحدة الأمريكية تستورد الطاقة الروسية التي تتوجه لبعض الدول الآسيوية، وأخص هنا بالذكر الهند. الهند زادت من طلبها على أدوات الطاقة الروسية ليشمل ذلك الغاز وكذلك النفط. بالمقابل نلاحظ ارتفاع في الطلب لعديد من الدول في منطقة اليورو حتى الولايات المتحدة الأمريكية كما ذكرت على صادرات النفط من عدة دول آسيوية. بالتالي هنالك حالة من التوازن إجمالا في الأسواق، لكن هنالك قلق كبير من أن نرى عجز مفاجئ في حال عاودت روسيا بقطع كامل صادراتها لأدوات الطاقة. الآن الموازنة يبدو فيها بعض الغموض، روسيا تصدر ارتفاع الصادرات إلى دول آسيوية، انخفاض بل توقف لبعض الدول في منطقة اليورو، لكن إذا لاحظنا تحركات أسعار الغاز فلاحظنا ارتفاعات كبيرة، لكن شهدنا بعض التراجع خلال الأسبوع الماضي. هذا يفسر بأننا ما زلنا عن حالة من عدم اليقين لمستقبل الطاقة والمتعلقة بملف الطاقة الروسي. طيب ماذا عن التضخم؟ التضخم الذي دفع الفيدرالي للتصريح بإمكانية استمرار رفع الفائدة. قبل يعني أن نجيب أو تجيبني على عن التضخم، هل الفيدرالي نجح بكبح التضخم عندما قام برفع أسعار الفائدة، أم كان فقط لتخفيف الآثار أو الأضرار؟ الآن هل نجح الفيدرالي؟ من المبكر جدا أن نقول ذلك. معدلات التضخم في الولايات المتحدة ما تزال مرتفعة جدا، 8.5% لمؤشر أسعار المستهلكين، 4.6% بالنسبة لمؤشر نفقات الاستهلاك في القيمة الجوهرية وهو المعتمد للفيدرالي، وكلها أرقام بعيدة كل البعد عن معدل متوسط 2% الذي يرغب فيه الفيدرالي. حتى أعضاء الفيدرالي نفسهم، حتى رئيس الاحتياط الفيدرالي جيروم باول، أشاروا كلهم بأن التضخم ما يزال بعيد جدا عن مستهدفات البنك ويشكل تحدي كبير للمستهلكين في الولايات المتحدة. إذا تحدثنا عن العالم، التضخم الآن يمثل تحدي على مستوى الفرد شخصيا، كل من في المجتمع، كل شخص من حولنا. إذا سألنا ماذا ترى اقتصاديا، سيذكر كلمة واحدة وهي ارتفاع الأسعار، أصبحت معضلة عامة. وبالتالي حتى هذه اللحظة البنوك المركزية لم تستطع السيطرة، بمعنى السيطرة على التضخم، رغم أنها ما زالت تعمل على ذلك، وربما في المستقبل قد تستطيع إعادة التضخم للانخفاض. لكن الآن لا أعتقد أبدا لا الفيدرالي الأمريكي ولا البنوك المركزية الأخرى استطاعت السيطرة على التضخم. ولذلك يعني هناك تصريحات من الفيدرالي الأمريكي بإمكانية استمرار رفع الفائدة. بالتأكيد من المحتمل جدا أن نشهد هذا الشهر رفع بالفائدة ب 75 نقطة أساس. هنالك من يختلف على وجهة النظر هذه ويشير إلى احتمالية رفع الفائدة ب 50 نقطة أساس، لكن يبدو بأن عديد من أعضاء الاحتياط الفيدرالي حاليا قلقون جدا من ارتفاع معدلات التضخم. ارتفاع معدلات التضخم قد يدخل العالم أولا في ركود تضخمي وثم في كساد، لذلك الفيدرالي الأمريكي قد يضحي بالنمو الاقتصادي ويستمر برفع الفائدة بمقدار كبير. 75 نقطة أساس غير مستبعدة أبدا أواخر هذا الشهر من الاحتياط الفيدرالي الأمريكي، بل أعتقد أيضا بأننا سنشهد المزيد من رفع الفائدة خلال شهر نوفمبر وكذلك ديسمبر المقبلان، لتصل معدلات الفائدة في الولايات المتحدة إلى أكثر من 3.5%، ولن أستغرب أبدا إذا وصلت معدلات الفائدة إلى 4%. التضخم يجب أن يتم علاجه بالسرعة القصوى، والفيدرالي الأمريكي نفسه قال بأن المقبلة قد تكون مؤلمة، قد تكون صعبة على المجتمع الأمريكي، وهذا ما قد يحصل بالفعل، لكن أن نكون في ضعف اقتصادي مؤقت أفضل من أن يدخل الاقتصاد الأمريكي في ركود تضخمي متبوعا بالكساد. إذن يعني أن الآثار أو الأضرار تكون أقل حدة من يعني الإيجابيات مع استمرار رفع الفائدة. بالفعل
يعني لو اخذنا الان رفع الفائده ماذا سوف يتسبب؟ بالضبط الام ابحث عن الاضرار نعم، لكن احنا نتكلم الان على اقل الاضرار الممكنه. الركود الاقتصادي قادم باعتقادي، لا محاله الركود الاقتصادي قادم. عديد من الدول بالفعل دخلت الركود الاقتصادي. الولايات المتحده ومسؤولو القيم في اداره الاحصاء في الولايات المتحده انكروا دخول الاقتصاد الامريكي في الركود خلال الربعين الاول والثاني من هذه السنه، رغم قراءه الناتج المحلي الاجمالي السلبيه. لكن نحن قادمون على فتره سيتم فيها اعلان الركود التقني، وفي تلك اللحظه سنكون في حاله الركود الاقتصادي التضخمي. بالتالي يجب على البترول الامريكي خفض التضخم وان يبقى ما دون 10% حتى لا ندخل بالركود الاقتصادي التضخمي المتعارف عليه بحسب علوم الاقتصاد. اذا دخلنا الركود الاقتصادي التضخمي هنا ستكون معضلة اجتماعية، معضلة سياسية ستستمر لسنوات. جميل جدا. الان محللون يتوقعون او محللون نعم يتوقعون اعلان البنك المركزي الاوروبي رفع اسعار الفائدة بشكل تاريخي كما يحدث عند الفيدرالي الأمريكي، وهذا كان خلال اجتماعه الخميس المقبل. أثار أيضا الفائدة ورفع الفائدة على أوروبا، أوروبا التي تعاني من مشاكل كبيرة، بل يعني برأيي الخاص المتواضع ولست خبيرا اقتصاديا أنها الأكثر المتضررين. صحيح كلامك، يبدو أن أوروبا هي من أكبر المتضررين، أو بعض الدول الأوروبية هي من أكبر المتضررين من أزمات ارتفاع التضخم التي تبعت أزمة الطاقة وتعثر سلاسل التوريد والإمدادات. في أوروبا ارتفع التضخم إلى أعلى مستوى تاريخي عند 9.1%، وهنا أريد أن أعود لإعوام 2008. البنك المركزي الأوروبي يخشى وبشكل كبير ارتفاع التضخم، لأننا نتعامل مع عدة دول وليس دولة واحدة، فيها حكومات إرادة منفصلة سياسيا تقريبا، وهذا ما قد يجعل من الصعب جدا السيطرة على معدلات التضخم. مستوى 9.1% للتضخم في منطقة اليورو يعتبر هائل. لذلك غير البنك المركزي الأوروبي كل توجهاته. لو سألتني هذا السؤال قبل بضعة أشهر لقلت بأن البنك المركزي الأوروبي لن يرفع الفائدة بمقدار كبير، لكن الآن أصبح البنك المركزي الأوروبي وكذلك العديد من أعضاء المركزي الأوروبي يطالبون برفع الفائدة 75 نقطة أساس. الخميس المقبل سنشهد هذا الرفع بالفائدة على الأرجح، لأن البنك المركزي الأوروبي يجب أن يعالج التضخم. ماذا يعني رفع الفائدة 75 نقطة أساس؟ زيادة مشاكل نقدية ومالية في منطقة اليورو متعلقة بفروقات عوائد السندات بين الدول. على سبيل المثال للحصر، فرق عوائد السندات ما بين إيطاليا وألمانيا. لذلك البنك المركزي الأوروبي سيرفع الفائدة من ناحية، لكن من ناحية أخرى سيبقي على تحفيزاته النقدية المتوجهة لأسواق السندات في بعض الدول مثل إيطاليا. تأثير كل ذلك على الاقتصاد الأوروبي قد يكون صعب جدا. المستهلكون المقترضون سيبدأون بالإحساس بالضيق الشديد، ثقة المستهلك قد تنخفض، الشركات قد تتراجع في أدائها، لكن مثلها مثل الولايات المتحدة الأمريكية. نحن الآن بين خيارين، الأول صعب والثاني أصعب، فيختار المركزي الأوروبي حاليا أن يضعف الاقتصاد حتى ولو كان لبعض الوقت لخفض معدلات التضخم، ليتسنى له لاحقا إعادة تحفيز الاقتصاد من جديد. الخوف، كل الخوف من الوصول إلى نقطة الركود، أليس كذلك؟ بالتأكيد. الركود الاقتصادي هنالك تختلف الآراء، لكن باعتقادي نحن الآن في لا أتحدث عن دولة بحد ذاتها، أتحدث عن الاقتصاد العالمي. الاقتصاد العالمي الآن في ركود. صندوق النقد الدولي يتوقع نمو الاقتصاد العالمي أكثر قليلا من 3% هذه السنة. ما هو رقم 3%؟ بحسب التعريف الاقتصادي للنمو في الاقتصاد الدولي، إذا نما الاقتصاد العالمي بأقل من 3% ف
فهو في ركود، ولا يجب أن نستبعد عودة صندوق النقد الدولي لخفض توقعاته بالنسبة للنمو الاقتصادي. بالتالي نحن الآن في ركود اقتصادي ستبدو ملامحه الاقتصادية بالاتضاح على الأرجح مع اقترابنا من الربع الرابع من هذه السنة. طيب السؤال، يعني ما الفرق بين التضخم والركود؟ إذا اليوم الجميع يتحدث عن أننا نعيش أزمة تضخم، لكن أنت تقول أنه وصلنا إلى الركود، أريد الفرق الواضح بين، يعني وأيضا للمشاهد غير الخبير بهذه الملفات، الفرق بين التضخم والركود. في الطبيعة الاقتصادية التضخم والركود لا يجتمعان. الركود الاقتصادي هو عندما ترتفع معدلات البطالة، هي عندما يشعر المستهلكون بأن النقد الممتلك لديهم ينخفض والاقتصاد يتعثر، هذا هو الركود الاقتصادي ببساطة. التضخم هو ارتفاع في الأسعار، كم كان سعر السلعة قبل عام وكم السعر هذا اليوم، ففرق الأسعار مقسوما على سعر الأساس هو التضخم. ومنطقيا إذا انخفض النمو الاقتصادي ينخفض التضخم، وإذا ارتفع النمو الاقتصادي يرتفع التضخم. لكن ماذا نعاني الآن؟ نحن نعاني من الحالتين معا، الأولى انخفاض النمو الاقتصادي والثانية ارتفاع التضخم. أفضل مثال تاريخي يمكن الرجوع له هو ثمانينات القرن الماضي، سبعينات وثمانينات القرن الماضي، ارتفاع هائل في الأسعار، ارتفاع في البطالة في عديد من الدول. عندما ترتفع الأسعار وأيضا ينخفض النمو وتزيد البطالة، هنا يكون المستهلكون وأفراد المجتمع في ضيق أكبر، وهذا يسمى الركود التضخمي. باختصار، التضخم هو ارتفاع الأسعار، الركود الاقتصادي هو هبوط النمو وبطالة مرتفعة. إذا اجتمعا هنا نكون في ركود تضخمي، وأعتقد كل من يسمعنا الآن يعلم بأننا نشعر شعور الركود التضخمي، ارتفاعات بطالة، ضيق في إيجاد السيولة، في نفس الوقت ارتفاعات كبيرة في الأسعار. طيب من أكبر المتضررين من الشرائح الاجتماعية في هذا الركود؟ وهنا لا أتحدث عن الفقراء أو، لكن أتحدث عن الموظفين أم رؤوس الأموال، أصحاب يعني المحال، محال التجزئة، المفرد. الجميع يتأثرون سلبا، تقريبا كل فئات المجتمع تتأثر سلبا في هذه الحالة الاقتصادية. أصحاب المحال التجارية سترتفع عليهم المدخلات، سترتفع عليهم أيضا التكاليف التشغيلية، في المقابل لن يستطيعوا توجيه كامل الارتفاع في التكاليف إلى المستهلك النهائي. أما المستهلك النهائي الذي أستطيع أن أقول أنه المسكين في النهاية، سوف يرى بأن الأسعار ترتفع، وفي نفس الوقت إذا كان موظفا حتى الرواتب ستنخفض قدرتها الشرائية. إذا كان الراتب ثابت الرواتب، فعندما ترتفع الأسعار ستنخفض القدرة الشرائية. فباعتقادي المستثمرون، أصحاب المحال التجارية، أصحاب الشركات وكذلك المستهلكين، جميعهم قد يتضررون بالركود التضخمي. عندما يكون هنالك ركود يأتي المستثمرون ويبحثون عن الأسهم على سبيل المثال التي انخفضت أسعارها. عندما يكون نمو اقتصادي قوي يتوجه المستثمرون لشراء العقارات وبدء أيضا المشاريع الاستثمارية. لكن عندما نكون في ركود تضخمي ماذا تبقى للمستثمرين؟ ماذا تبقى للمستهلكين؟ لذلك الحالة الاقتصادية العالمية الآن تتطلب من البنوك المركزية، تتطلب من الحكومات العمل يدا بيد من أجل إخراج العالم من هذه الحالة الاقتصادية التي قد تدخلنا في كساد اقتصادي يذكرنا في الكساد الذي ضرب العالم في عشرينات القرن الماضي والذي سمي بالكساد العظيم. طيب الآن يعني أتساءل، هل هي لوحدها الحرب الروسية الأوكرانية؟ طبعا بعد جائحة كورونا، جائحة كورونا كانت يعني ليست بفعل فاعل أو مسبب يمكن أن يزول بقرار من البشر. أتساءل هل الحرب الروسية الأوكرانية هي الوحيدة المسبب لكل هذه الأزمة العالمية التي نعيشها اليوم؟ وفي حال تم إقرار القرار بوقف هذه الحرب، تبدأ الحياة الاقتصادية، الدورة الاقتصادية بالعودة مجددا لتدور بشكل طبيعي؟
باعتقادي بدأت الأزمة في شهر أبريل من عام 2021. الأزمة بدأت متمثلة ببداية خروج التضخم عن السيطرة. عندها بدأ التضخم في الولايات المتحدة يرتفع لضعف القيمة المطلوبة من البنك الاحتياطي الفدرالي الأمريكي. ومع تواصلنا في عام 2021 زادت أيضا ما سميت في تعثر سلاسل الإمدادات وسلاسل التوريد. هذا بحد ذاته خلق خلينا نحكي أول بوادر الأزمة. ثم جاءت التوترات الجيوسياسية الروسية الأوكرانية لتوقع العالم في هذه الأزمة حقا. إذن كنا نحضر اقتصاديا لأزمة وجاءت التوترات الجيوسياسية لتسرع من هذه العملية. الآن إذا توقفت التوترات الجيوسياسية لأي سبب من الأسباب، هنا قد نلاحظ بعض التحسن، أقول تحسن وليس شفاء تام للاقتصاد العالمي. الشفاء التام سيحتاج سنوات على الأقل حتى عام 2024، فهذه الفترة الزمنية قد تكون هي الفترة الأقل للسيطرة على التضخم وإعادة إنعاش الاقتصاد الذي بدأ يتضاطأ وعديد من الدول دخلت بالفعل بالانكماش. ماذا عن الذهب؟ مستقبل الذهب الذي تأثر أيضا وانخفض سعره ليعاود الاستقرار النسبي اليوم. بالنسبة لأسعار الذهب، كلنا نعرف بأن الذهب هو الملاذ الآمن وهو التحوط ضد مخاطر التضخم، لكن هنالك أسباب تسببت في انخفاض أسعار الذهب، منها الارتفاع الهائل في الدولار الأمريكي وكذلك رفع الفوائد في البنوك المركزية وتوجه المستثمرين إلى السندات وكذلك إلى الودائع المصرفية. بالنسبة للذهب، طالما بقي الدولار الأمريكي قوي فربما سيبقى الذهب تحت ضغط هابط، لكن بمجرد توقف ارتفاع الدولار الأمريكي فهنا قد يبدأ الذهب في العمل مرة أخرى بوظيفته كملاذ آمن وغطاء وتحوط ضد التضخم، ونبدأ ونشهد ارتفاعات كبيرة في الأسعار ربما على المدى الطويل، لكن على المدى القصير كما أشرت فاحتمال الضغط الهابط ما زال موجود بفعل قوة الدولار الأمريكي واستمرار البنوك المركزية رفع الفائدة. السيد سركيس نزار، محلل أول للأسواق المالية في مجموعة إكويتي، عبر الهواء مباشرة من عمان، شكرا جزيلا لك على كل هذه الإجابات.